اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي حديث الشباب، ملتقى كبير لرواد الاعمال وتكنولوجيا المعلومات ومبتكري الحلول التقنيه، اقيم في بغداد وشهد مشاركه واسعه من مختلف الشركات العالميه عبر متحدثين رسميين نابوا عن تلك الشركات. اي تي لايف جمع الشباب المهتمين بالتكنولوجيا ومنحهم فرصة الالتقاء بكبرى الشركات وهيئ لهم الظروف المناسبة للحصول على وظائف عرضت عبر منصة الملتقى. ملتقى اي تي لايف في حديثنا لهذا الأسبوع، رافقونا. أقيم في قاعة الشعب المغلقة ملتقى آي تي لايف الذي وصف بأنه أكبر ملتقى لرواد تكنولوجيا المعلومات والشبكات في العراق، وعلى مدى يومين متتاليين شهدت القاعة فعاليات الملتقى وغصت بالشباب الباحثين عن أحدث التقنيات في هذا المجال. أكثر من 6000 متخصص حضروا الملتقى واستمعوا إلى حلول تكنولوجية وآثار التقنيات في تطوير حياة الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم. طبعا مثل ما تعرفون أنه هاي النسخة الثانية الآي تي لايف. النسخة الأولى حضرها تقريبا ما يقارب 1400 شخص. هاي النسخة كان عدد كلش كبير، بحيث أن 6000 شخص قسمناهم إلى أكثر من يوم. الشباب هنا اللي دخلوا بهذا المجال ورحبوا يدخلون الملتقى ويحضروه، غاية منه أنه يطلعون على آخر أخبار التكنولوجيا، يكون عندهم تحفيز. الإحباط الكبير اللي واجه هاي الفئة من الشباب المتخرجة بهذا الاختصاص كبير، كان بصيص أمل أنه ممكن نوضح بهذا الملتقى أنه الآي تي هو مجال واسع ورح يكون مستقبل البلد به. بالنسبة لي أشوف أني في هذا الملتقى هي الحقيقة للحاضرين، يعني احنا قبل سنه ما كنا نتوقع، انا شخصيا كنت ما اتوقع هالعدد هذا من الاي تي. اليوم بلقائي بهم قمت اعرف الحجم اللي موجود من الناس اللي يخليني اقدر اخطط شلون اتواصل ويا هاي الناس وايش قد اوصل وياهم الى اي مستوى، بحيث ممكن نبني هاي المجموعه بشكل ايجابي تبني لنا مجتمع الاي تي ونوجهها بالاتجاه الصحيح. فهذا العدد الحقيقه عدد يعني واعد، اوكي، كل اللي نحتاج به احنا البيئه ماتنا، يعني البيئه الموجوده حاليا توجههم بالاتجاه اللي يساعد في بناء مجتمع اي تي متحضر باخر ما يكون من تقنيات. يسعى الملتقى بحسب القائمين عليه لبناء مجتمع قوي وحقيقي لتطوير الخبرات في المجال التكنولوجي والنهوض بواقع الثقافة التقنية وتكنولوجيا المعلومات في العراق. الملتقى هذا العام جذب بالإضافة إلى الرعاة من شركات القطاع الخاص متحدثين عالميين من مختلف شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، متحدثون من سيساكو ومايكروسوفت وأوراكل ولينكدين، نقلوا خبراتهم في تقنية المعلومات وفتحوا آفاق التواصل مع آخر المستجدات التقنية على الساحة العالمية. صراحة يعني أنا كلش استفاديت من السبيتش اللي قالها أبو شركة إسكانيا، شركة هي أكبر شركات سيارات والحافلات، اللي أضافه أنه التوجه التقنية التكنولوجيا هاي والتوجه التكنولوجي اللي دا يصير أو تكنولوجيا المعلومات بالأخص بالمستقبل، وشنو تأثيره على شركات السيارات، شنو تأثيره على المصانع، شنو تأثيره على هواي مجالات دا يدخل بيها هذا المجال، من ناحية الأرباح، من ناحية التقنية، من ناحية الذكاء الصناعي، كلها مرتبطة دا ترتبط بمجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة لهذا الأمر. طبعا هو مجرد ان دخول شركات عالميه مثل سيسكو، اوراكل، مايكروسوفت، سكانيا، لينكدين، هذا فشيء كبير ونفتخر به كبلد مثل العراق حاليا انه بهذا المجال هذول الشركات حاليا عظمى، شركات عظمى موجوده بالعالم.
مجرد دخولهم في ملتقى يعطي بصمة كبيرة لتطوير الاي تي بالعراق. الجماعة كانوا مهتمين جدا انه السوق ينفتحون على سوق العراق الخاص بالاي تي. نقلوا اخر ما يوجد عندهم من نقلوا اخر ما عندهم من تكنولوجيا. طرحوا مواضيع كلش حساسة بينه للعالم، خاصة شركة لينكدين اعطت احصائيات خاصة بالعراقيين انه شلون الناس البروفيشنال بهذا المجال شلون يهاجرون الى خارج العراق واوروبا، واعطوها بالارقام. شركة اوراكل طرحت الكثير من الحلول، شركة سيسكو ايضا تكنولوجيا جديدة. الاي تي لايف ناقش خدمة الانترنت وتأثيرها في عمل المطورين ومستقبل التقنيات في البلاد، ومع تطور الخدمات المقدمة حول العالم وتوفير البيئة الملائمة للشركات التقنية العاملة، يشهد العراق تراجعاً في مستوى هذه الخدمات. الملتقى ناقش إقبال الأطفال على الألعاب التقنية ودخولهم في سن مبكرة لتلقي أساسيات التحكم التقني. المتحدثون حثوا على مساعدة الأطفال في ابتكار ألعابهم الخاصة واستغلال حب الأطفال للألعاب في تغيير اهتماماتهم وتعليمهم عن طريق هذه الألعاب وترك الطريقة التقليدية في التعليم. أكيد طبعا، باعتبار هذول الأطفال هم المستقبل مال البلد، أو مستقبل الشعوب تنقاس بتطور هذا الجيل الصاعد. فإحنا اليوم إذا خلينا هذا الجيل يطلع على ما هو جاي بعد 5 سنين أو 10 سنين أو ما يخطط إليه، أكيد إحنا دمجناه بالمرحلة مال الصعود على ما تكون جاهز للتغيير الجاي، بدل ما يكون أكو فجوة ما بين العالم اللي خارج العراق وداخل العراق. هذا الأمر حالياً صعب تحقيقه، بس إحنا نأمل إنه يتحقق، لأنه إحنا لازم نواكب هاي التقنية، لازم نواكب التطور اللي دي يصير بدول العالم. يعني إحنا ما نبقى إحنا على الأوراق وعلى التصليح التقليدي وعلى الكتب التقليدية. استنداد شوف بدول الخارج المتطورة دراستهم كلها على الإنترنت، دراستهم كلها على الحاسبات. إذا نشوف بالشرق الأوسط عندنا تجربة الإمارات، أكو مدارس ذكية نهائيا بعد ما تستخدم الأوراق تستخدم الأجهزة الحديثة والذكية بالتعليم بهذا الأمر. البحث عن وظائف جديدة وحاجة الشركات إلى تقنيين وتقديم أفكار جديدة في مجال الآي تي لايف جعل الإقبال كبيرا لنتابع. ابتداءً اي تي لايف هو اكبر ملتقى للشباب ولرواد تكنولوجيا المعلومات بالعراق. لاول مره بالسنه الماضيه التقوا 1200 شخص في مكان واحد من مختلف المحافظات، الشباب اللي مبتدئين بالاضافه الى الخبراء والمختصين. هاي السنه اي تي لايف بالنسخه الثانيه انتقل نقله اكبر، استضاف اكثر من 3000 شخص في مكان واحد. هاي السنه جوي متحدثين رسميين من شركة مايكروسوفت وسيسكو وأوراكل لينكدين، كل الشركات العالمية. بالحقيقة بدأت الفكرة كمزحة بالبداية عن طريق أخوة المنظمين هنا، تطور الموضوع وتكلمنا مع قسم السيلس وماركتينج بشركة إسكونيا أنه أكو مبادرة أو أكو مؤتمر بالعراق يدعم الخريجين جدد، يحاول يعطيهم معلومات عن مستوى الآيت المقدم بالعالم. فالمبدأ أنه إحنا جينا تطوعيا قسم الآيت بشركة إسكونيا بالسويد، اجى كمبدأ تطوعي حتى نحاول أنه نوصل الطلاب الجدد وحتى الخريجين وحتى الموظفين وما فيهم حتى الشركات الموجودة طبيعة عمل الآي تي في الشركات أو في أوروبا أو شركات العملاقة في شركة إسكونيا. نحن هون موجودين اليوم بآي تي لايف، منحب ندعم القطاع الآي تي المعلوماتية بالعراق. شركتنا نحن متخصصة هي بالأتمتة بالحكومة الإلكترونية، وببساطة هي ناخذ البيانات ونقدر نستفيد منها نطلع بنتائج احسن شو ما كانت تكون.
اليوم مشاركتنا هون مهمة كتير للشباب تنقدر نساعدهم كيف يتطوروا، نفسر لهم اليوم شو الرؤية العالمية للآي تي بالمجالات كلها بالآي تي، لأن الآي تي اليوم صار في كذا اختصاص، فجايين نحن نحكي شوي أكتر شو الترندز اللي موجود اليوم لوين رايحين، ونقدر نساعدهم كمان اليوم كيف يقدروا هن يبلشوا مؤسساتهم، يبلشوا شركات صغيرة ليقدروا يبنوا حلول ونتائج للشركات الأخرى. كود فور عراق هي مبادرة إنسانية تأسست سنة 2017. الفكرة من حدها أنه نحاول نوفر أرضية تكنولوجية للمبرمجين باستخدام المصادر المفتوحة والحرة والمجانية. مساهمتنا بآي تي لايف أنه إحنا جينا هنا دعم لآي تي لايف بحضور زائد استشارات تقنية. أيضا كود فور عراق ساهم مع آي تي لايف بتأسيس تطبيق اللي هو تطبيق السبيكر حاليا موجود وتطبيق الفوتينج. مساهمتنا نحاول نخليها قدر الإمكان تكون جيدة. آي تي لايف صار فرصة لهواية شباب بعدهم بداية طريقهم أنه يلقون فرص عمل، يتعرفون أكثر على الناس اللي عندهم خبرة، يلقون ممكن وظائف من الشركات اللي موجودة بالمؤتمر. الآن آي تي لايف أصبح هو المنصة اللي تعبر عن اهتمام وطموحات قطاع مجتمع الشباب اللي مهتم بريادة الأعمال وقطاع الاتصالات. شركة إسكونيا شركة عملاقة في مجال إنتاج الشاحنات الباصات والمحركات الثقيلة، عندها تورن أوفر أكثر من 13 مليار دولار خلال سنة 2016. قسم الآي تي أكثر من 1500 موظف موجودين حول العالم، يعني أكثر من 100 بلد حول العالم. لذلك إحنا نعتبر نفس شركة حلول متكاملة. من خلال هالشيء حبينا نوصل الفكرة، وكذلك اتفقنا مع قسم الهيومن ريسورس الاتش ار بشركة إسكونيا سمحونا أن ندخل العراق ضمن مبادرة اللي هي Global Training Program. سابقا كان العراق ما مسموح أنه، أو خلينا نقول مو العراق، إنما الطالب العراقي أو المهندس العراقي ما مسموح أنه يقدم عليها. بعد عمل وعناء بيناتنا وصلنا فكرة عن طبيعة الكومبتنس، طبيعة السكيلز الموجودة بالعراق، قدرنا نحصل موافقة من رئيس الشركة أنه من حق الطالب العراقي يقدم على هذه المبادرة. بعد الفاصل نواصل حوارنا في الحلول التي قدمها مؤتمر آي تي لايف، انتظرونا. المشاركة في آي تي لايف أضافت للشباب الخبرة اللازمة في المجال التقني، وساهمت بتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص. والله بالنسبة للتنظيم بهيك حدث، وأصلا فكرة الملتقى هي كان إنه شعور إنه ممكن أي مواطن من أي اختصاص ممكن هو يشارك بهذا الشيء بمجتمع. ما ننتظر إنه دائما الحكومة أو الناس المختصة من جهات الحكومية هي تدير هيك مجتمعات وهي تدير هيك ملتقيات، فإحنا مواطنين عاديين مختصين اجتمعنا كم اجتماع، أسسنا هيك ملتقى، والحمد لله صار سنتين أخذ صدى كبير وصل حتى عربيا، وتعرف شركات أجنبية دخلت بالموضوع. إذن ممكن بالأخير إنه أي مختص مو إلا بالآي تي ممكن يدخل هذا الشيء، ممكن يساعد إنه الدولة يعطي رسائل مباشرة أو غير مباشرة إنه إحنا كمختصين ممكن نسوي فشي، ممكن نغير فشي نحو الأفضل. مشاركتي أنا بالبداية أصلاً يعني مهندس اتصالات، عملت بمجال اتصالات لمدة 9 سنين، بعدها حالياً أعمل بشركة تنظيم إيفنتات، فأنا أحد أعضاء فريق التنظيم بهذا الإيفنت وأيضاً مصور فوتوغرافي. وثقت الملتقى الأول، وهاي السنة وثقت الحمد لله وثقت الملتقى الثاني فوتوغرافياً. بهاي السنة والسنة الأولى أضاف لي أنه الكثير من المعلومات اللي حسب دراستي وحسب العمل اللي اشتغلت به شنو التطور اللي صار بهذا المجال، وأيضاً كسبت المزيد من الأصدقاء والعلاقات العامة وأشخاص مهمة اللي جوي من الخارج وشركات كلش كبيرة، شفناهم وجه بوجه، تعرفنا على تجاربهم واستفادينا من عندها. هذا البرزنتيش حقيقة هو كان دخولي غير مخطط، يعني كان بأخير لحظة مع كل تقدير الأستاذ محمد حقيقة أشركنا بالموضوع بعد ما كنا إحنا من طلعنا من الملتقى العام. شفت هالعدد الكم الضخم من هذا الشباب كانوا يعانون من شغلتين أساسية: عدم وضوح رؤية بعد ما تخرجوا وين يروحون، ولوم جدا كثير على الجامعات بأنه هي غير مواكبة للتقنية وغير جهوزيتها للشارع. فكانت الفكرة من ذاك الوقت شلون نقدر إحنا من آي تي لايف
يساعد هاي الشباب على الاقل يرسم لهم خريطه الطريق ولو الوقت كان قليل، لكن هي بذره ونحاول بعدين نتواصل عن طريق التواصل الاجتماعي وياهم. طبعا لو تلاحظ ندواتنا وجلساتنا اكثر شيء وحتى بالملتقى انه احنا بدنا نشجع انه هذا الاختصاص لا يعتمدون انه دائما بالقطاع العام، يعني قطاع حكومي ما يقدر يستوعب 5,000 إلى 6,000 متخرج بهذا الاختصاص بشكل سنوي. ثاني شيء انه التكنولوجيا ممكن تستخدمها باي مكان مو الا بدوائر الدوله، ممكن انه تستخدمها بابلكيشنز بشركات خاصه، شركات انترنت، قطاع خاص، كل الشيء. دول العالم بهذا المجال القطاع الخاص يكون اقوى من القطاع العام بالنسبه للتكنولوجيا، اصلا القطاع الحكومي ببعض الدول يعتمد على القطاع الخاص حتى يدير امور التكنولوجيا. فلهذا بدنا نحفز الشباب. المشكله عندنا وحكيناها بالملتقى انه خريج الاختصاص يعتمد على دراسه الكليه، دراسه الكليه هي تعطي اساس لهذه المواد. كل شيء بالتكنولوجيا إلى أساس، فالجامعة تنطي الأساس، بس المشكلة طلابنا من يتخرجون كل واحد شايل فايلة ويفتر بالوزارات وتعيين ينتظر درجات وظيفية. يعني إحنا خلينا نكون صريحين، أغلب شبابنا هم شباب اتكاليين يريدون شغلة ثابتة يقعدون ورا ميز ما يتعبون نفسهم ولا أنه يكسبون خبرات على مطورون من شغلهم ومن عقلهم. فإحنا نشوف من يريد يتخرج يدور رأساً على الوظيفة، بينما هي الشهادة والوظيفة ما راح تحقق له أحلامه. لا شهادة بحدها هي كافية ولا هي الوظيفة اللي راح تحجم عقليته وتحجم كفاءته البشرية اللي يمتلكها إنه باستطاعته أنه يحقق المزيد من الطموح. بينما إذا هو يكتسب خبرات، يشارك بدورات، يشتغل على نفسه صح، يطور من اللغة مالته، يقدر هواية يحسن من دخله الشهري اللي هو الوظيفة ما راح تقدر توفر لها خلال يمكن 10 سنين. رغم الخوف العالمي من هيمنة التكنولوجيا وحلول الآلة محل الإنسان، إلا أن أغلب المشاركين يعتقدون أن الحلول التقنية تستطيع إيجاد حل لمشكلتين أساسيتين تؤثران بشكل سلبي في الاقتصاد، وهما مكافحة الفساد وإيقاف غسيل الأموال. مثل ما تعرف حالياً كل الاختصاصات غير الآي تي كلهم يدرسون آي تي كشهادات تقنية ويحصلوها. أكثر الوظائف الحالية ممكن يشتغل آي تي هو رجال، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، لأن وظائف الآي تي ممكن تستثمر بأي مكان. ممكن هسه قاعدين بهذا المقهى وغير مكان ممكن نستفاد من عنده، قنوات فضائية، أسواق، مستشفيات، وزارات، كل مكان ممكن تستخدم الآي تي. الاي تي دخل كخدمه الزاميه بالنسبه لكل مجتمعاتنا، لازم نكون جاهزين لها. مشكلتنا انه دخلت التكنولوجيا بشكل كبير انه بعدنا كمجتمع مو كلش مؤهلين، فصارت عندنا مشاكل في ادارتها، خاصه مواقع التواصل الاجتماعي سوت بعض المشاكل وحتى بعض الامور وصلت الى تفكك اسري. فلما نثقف بهذا المجال موضوع الوظائف كلش مهم بالنسبه لهذا القطاع. هذا الأمر حالياً كلش مهم، لازم كل شخص ينتبه عليه ويدرس عليه. ليش؟ إحنا حالياً نمر بعصر انتقالي سريع بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والتقنية تطور بشكل كلش سريع، بحيث الإنسان مرات لو يلحق عليه لو ما يلحق. وكو دراسة سوتها جامعة أكسفورد تقريباً 352 رأي خبير إنه يقول بعد 50 سنة أو 45 سنة إنه الذكاء الصناعي راح يتفوق على الذكاء البشري بنسبة 50%. هذا الأمر اللي تصبن عليه هو أمر كلش خطير، بس هو سلاح ذي حدين. الحد الأول إنه أنا شلون أستفاد من هاي التقنية، أنا من راح يوفر لي جهد وراح يوفر لي المال وراح يوفر لي الوقت. هذا الأمر راح يوفر لي إلي وقت إنه أتجه الاتجاه ثاني أطور بي نفسي. فلازم أنا أشتغل على نفسي صح، أطور من إمكانية إنه أواكب هذا التطور، أسوي مشاريع إنه هذا التطور يفيدها. طبعا مثل ما حكيت انا بالملتقى قلنا احنا مشكلتنا انه احنا دا نسمع انه كل الانظمه الحديثه الخاصه بتكنولوجيا المعلومات دوائر الدوله دا تستخدمها واستوردتها واشترتها كاجهزه وغيرها. مشكلتنا انه انعكاس هذا التطور مدى نلاحظه كشعب. يعني قبل كنا مثلا بنروح دوائر عندنا معامله مثلا معينه نعرف الازدحام والسره
والهوسه ووقع وورقه وقلم وفتار الى اكثر من مكان اربع ساعات خمسه. روح لنفس الدائره حاليا بيستخدم نفس التكنولوجيا راح تلقى نفس الازدحام. اذا شنو اللي سوت لي التكنولوجيا؟ ما سوت لي شيء. اذا اداره هاي التكنولوجيا عندنا بيها مشكله، انه هاي التكنولوجيا جبناها صرفنا عليها فلوس هوايه، بالاخير الاوتبوت مالتها ما كان مناسب بالنسبه للمواطن. لازم التكنولوجيا هي صنعت لاجل الفائده، بها خدمه. فعمليه اداره تكنولوجيا معلومات اظن انه عندنا بيها خلل. خلينا نكون صريحين، حاليا احنا بمواجهه الفساد، الدوله دا تسعى جاهده انه تواجه الفساد، بما معناه انه الفساد موجود بكل مرافق الدوله. هذا التطور وهذه التقنيه اذا تنحط بكل مرافق الدوله راح تكشف هوايه امور وهواي سياسيين واطراف ما راح تفيدهم هاي التقنيه، لانه موجود الفساد بيهم. بس يحاولون يدخلوها شويه شويه، بس هاي لا تكفي. اذا انت ما تحارب الفساد وما تحط قوانين صارمه انه تدخل وبشكل مباشر هذا التطور وهاي التكنولوجيا لكل مؤسسه من مؤسسات الدوله ونخلص من المعاملات الروتينيه اللي هي بعدها لحد الان تنفذ، ما راح نقدر نحل هاي المشكله. مشكله الانترنت نوقشت في الملتقى، تردي هذه الخدمه قياسا بكلفتها العاليه في البلاد جعلها موضوع الساعة. من جهة أخرى تحتاج المشاريع التقنية التي يسعى إلى تنفيذها الشباب إلى بيئة عمل صالحة للنجاح. مشكلة الإنترنت بالعراق هي مشكلة أزلية، بس هواية ناس أنه ببساطة ما يعرفون هي شنو سبب هاي المشكلة، يدبون اللوم فقط على شركات الاتصالات أو الشركة أو البرج أنه الإنترنت مالته مو زين. بس هو مو صوتش، هو لا مو ذنبه، هو صوتش الحكومه. الحكومه هي العامل الاساسي بسبب هذه تردي هذه الخدمه اولا وغلاء هذه الخدمه، لانه انت الحكومه دا تفرض اسعار كلش غاليه مقارنه بالاسعار المطروحه بدول الخارج زين على مجهزين الانترنت، بالتالي مجهز الانترنت هاي الاسعار راح يرفعها على المواطن، فالمواطن شو يشوف؟ يشوف ابو مجهز الانترنت غالي الانترنت مالته. هاي اولا. ثانيا سوء، اوكي احنا ندفع غالي بس غير تجينا خدمة زينة. الخدمة المزينة اللي تجي من عندها أيضا البنى التحتية اللي مسيطرة عليها الدولة هي بنى يعني لا تصلح لاستيعاب العدد المواطنين اللي يستخدمون الانترنت بالعراق. طبعا الناس المختصة كثيرة بالبلد، المختصين بتكنولوجيا المعلومات، مع الأسف تلقاهم عاطلين عن العمل. كذلك أكو شركات وبنى تحتية وإمكانيات، وحتى من الناس المستثمرين يحتاجون انه يستثمرون اموالهم بعده مشاريع. المشكله انه تسويق هؤلاء الاشخاص عندنا ضعف به، فلهذا انه هسه الناس اللي معروفه واللي انعرفت من خلال ملتقى اي تي لايف ومن خلال السوشيال ميديا الخاصه باي تي لايف، قمنا نسوق هذول الاشخاص ونبلغ العالم المستثمرين انه ممكن تطرقون هيك مشاريع، افكار كثيره. عملية التخاطب بين الناس المستثمرين والناس التقنيين كانت بعيدة، كان فجوة كبيرة. هسه نصغر هذا الشيء، كل من عنده فكرة ممكن يطرحها، ممكن تلقى مستثمر انه قال اني اتمناها. مشاريع كلش كثيرة بهذا المجال ممكن تنطرح، مشكلتنا انه عملية تسويقها. هذا الامر مثل ما قلت لك احنا عندنا يعني شباب اكو اتكالية بالموضوع. هذا الامر يحتاج إلى مثابرة من كل شاب وحرص على العمل اللي بده يسويه. شلون؟ أنا مثلاً دا عايش ببيئة مصالحة، الأمان مو زين، كهرباء مو زينة، إنترنت مو زين، و أنا دا أظل أحط هاي العوائق راح أتعب، ما راح أسوي كل شيء ولا راح أنجز، بينما أشوف إنه أكو إنجازات تصير عظيمة بداخل هاي البيئة. فقرات حديث الشباب لهذا اليوم انتهت. تسعدنا مراسلتكم على بريدنا الإلكتروني شباب@الحرة.com وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لقاؤنا معكم يتجدد، حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.